طلاب أعزاء، محاضرة اليوم هي محاضرة عملية عن the plans of rehydration in children. محاضرة اليوم هي محاضرة كلش مهمة، لأنه من المواضيع الكومن كلش بالأطفال هي الدياريا الإسهال، فلهذا أحد الcomplications هي dehydration. هاي المحاضرة من إعداد دكتور نورجان عبد الله ومقدمة من قبل إسماعيل فاضل خريج طبركو. بداية بالrehydration لازم نعرف أنه إحنا من نسوي assessment للdehydration، يعني طفل عنده جفاف شلون راح نسوي الassessment؟ الassessment هو عن طريق شغلتين، أولها نقول عليه degree of dehydration، تمام؟ اللي هي الدرجة خلينا نقول أو severity. فلهذا راح تلقى there is no ماكو dehydration لكن أكو إسهال، فأكو risk of dehydration بس حالياً ماكو dehydration. عندنا some يعني mild moderate، وعندنا severe اللي هو الـ plans معتمدة على degree of the dehydration، وعندنا الـ assessment الآخر اللي هو حسب الـ type of dehydration سواء الـ isonotropic والـ hypo والـ hyponatremic. حلو، أحد الشغلات المهمة اللي لازم نعرفها بـ rehydration هو من ضمن العلاجات أو البلانات هي solution نستعملها أو fluid نستعملها لعلاج الـ dehydration، يسموها oral rehydration solution ORS أو يسموها المحلول الإروائي الفموي. ORS من الشغلات المهمة اللي لازم نعرفها بمحاضرة dehydration ككل، لازم نعرف أنه هو من شو يتكون. طبعا اسمه الآخر هو dextrolyte. من شو يتكون؟ وهذا السؤال كلش مهم نواجهه دائما بالعملية، شو هي مكونات ORS؟ خمس شغلات هي يتكون منها الـ ORS، المكونات الأساسية اللي هي جلوكوز 111 مليمول بير لتر، وراح يجي الصوديوم 90 مليمول بير لتر، وراح يجي الكلورايد 80 مليمول بير لتر، وراح يجي طبعا HCO3 30 مليمول بير لتر، وراح البوتاسيوم 20 مليمول بير لتر. هاي كلها يجون يذوبوها بواحد لتر من الماء، تمام؟ وننطيها شلون؟ ننطيها لو عن طريق الدروبر، لو عن طريق التيسبون، أو عن طريق السرنجاية. أوكي؟ ونبدي دائماً الخطة الأساسية أنه من تبديها؟ تبديها بشكل جرعات قليلة. لتر مثلاً 5 مل. ليش؟ هنا دكتور يسألك ليش؟ الجواب لأن دكتور راح يسبب عندي فشيء اسمه acute gastric distension. شنو هو acute gastric distension؟ بمعنى دكتور يعني انتفاخ دي يسبب لي بالستومك بالمعدة، وبالتالي دي يسبب لي شنو؟ الصداع vomiting، فبالتالي worsening of the condition. تفهم؟ يسبب عندك صداع للطفل أكثر ما هو حالته متخربطة، راح يتخربط أكثر وأكثر. أوكي. وراها يوشوش نزيد، لهذا بنعطي كمية كبيرة، راح كميات قليلة ونبدي يوشوش نزيدها. هاي كلها ننطيها خلال يوم واحد فقط، يعني أول يوم من الديهايدريشن راح ينطي إلى ORS. حلو، هنا راح نجي مهم سؤالي، طيب شنو الـ indications وشنو الـ contraindications؟ شنو هي الحالات اللي أقدر أستعمل بها الـ ORS؟ الحالات اللي أستعمل بها الـ ORS هي ثلاث حالات. أولها acute diarrhea with no dehydration، يعني شنو؟ يعني قلنا واحد طفل عنده إسهال صار أقل صار أسبوع لكن ما عنده dehydration، ما عنده signs والسيمبتومات ما عنده dehydration، أعراض الجفاف ما عنده، لكنه احتمال يروح يصير عنده dehydration فاحتمالها. بعد عندنا ثاني شيء some dehydration، بعض الجفاف اللي هي mild moderate طبعا، وهذا بالاعتماد على شو نسمع شو نعرف صم. الجواب هو اعتماد على من ناخذ المحاضرة النظرية عن الديهايدريشن أو الطلب اللي هو بعد اللي ماخذيها، فأنت عندك المواد مدرد سبيل كل واحد وساينات وسبتماته تقدر تفرق واحد عن الآخر. أوكي، وعندنا الأونجون بلوز. الأونجون بلوز مثل شنو؟ أي مصطلح ثابت، هي الباول موشن والفوميت، يعني شنو؟ يعني أي طفل يزوع وراه لازم أعوفه بمعادله ثابته، راح ناخذها في شويه كذلك الخروج او الباول موشن نفس الشيء يتعوض. اوكي، اسمع لي، انت ما انطي
ما أعطي الأورس، ممنوع أعطي الأورس. الأورس ما أعطي في حالات الشوك إذا المريض مشوك. ثاني شيء الإيلياس، الإيلياس بمعنى إنه الباول موشن، يعني بطن الطفل ما يطلع أو صار شوية سلو بيها، تمام؟ وبالتالي راح أقول ليش مو أوبستراكشن، نسميه أوبستراكشن إسداد بالأبهة. وعندنا كذلك إنترسبشن، عندنا كذلك الكربوهيدرات إنتولرانس، اللي هو الطفل يجوز مو مثل حساسية لكن يقدر جسمه يتقبل الكربوهيدرات، أوكي؟ وعندنا سيفير إيميسيز اللي هي سيفير وورتنج، إذا عنده كلش واحد فورد إحنا من راح نقول أرس أهم راح يزوح. هاي الخمس حالات. أوكي اسمعي، شنو هي ريهايدريشن فيسز؟ يعني اسمعي أوكي، أنا من أجي هسه أريد أعالج هذا الطفل، فهل عندي بيسك أمشي عليه؟ إيه نعم، أنت عندك ثلاث فيسز تمشي عليه، يسمون الأول initial rehydration phase، يسمون الثاني maintenance phase، يسمون الثالث ongoing phase. أوكي طبعاً initial rehydration phase راح نطبق plan B و C، راح نفهم شنو هي البلان. بدي كذا بلانات، بلان A B C، تمام؟ بلان A اللي هو الطفل ما عنده dehydration لكنه عنده acute diarrhea، فبالتالي اكو risk of dehydration. بلان B اللي هو mild moderate اللي هي some dehydration، اللي هنا الطفل راح نبدي نعطي ORS مثل ما قلنا، فهذا نبدي initial rehydration phase. في initial rehydration phase ما عندي بلان A لكن عندي بلان B و C، يبدي منها maintenance phase والongoing phase موجودة بكلها، يعني plan A و B و C. حلو، شنو هو plan A هسه حكيت لنا؟ plan A مثل ما قلنا، plan A هو الأبسط شيء، الطفل عنده إسهال، عنده acute diarrhea، فبالتالي عنده لوز لكن ما صار عنده بعد الجفاف، فبالتالي أنا راح أمطي شغلتين maintenance والتعويض الongoing lose، حتى شنو؟ حتى أمنع يصير عنده dehydration. أوكي، فلهذا علاج plan A وين يصير؟ بالبيت، يعني ما يحتاج انه الاهل يروحون للمستشفى او المركز الصحي، تمام؟ لان انت عندك ثلاث اماكن، البيت، المركز الصحي اللي هو السنتر، والهوسبيتال المستشفى. فبلان اي هو ابسط شيء في بالبيت يتعالج، ما يحتاج يجيبوه للمستشفى، بالتالي ما عنده انيشال ريهايدريشن فيس، ما يحتاج نعطيه بالبدايه ان شاء الله، لا يسموها مينتنس فيس. المينتنس فيس هي الحفاظ يعني. فعنده قاعده ثابته اللي هي النيد سي سي بير كي جي بير 24 اور اوف او ار اس، يعني شنو؟ يعني نعطي النيد سي سي بير كي جي بير 24 اور، يعني اذا الطفل وزنه مثلا 5 كي جي، 5 في 100 500 سي سي بير 24 اور، بير 24 يعني داي، فباليوم الواحد الطفل هذا لازم نعطي 500 سي سي او ار اس اور ريهايدريشن سوليوشن بلس، نقول للمايه، ننصح للمايه تابعي الرضاعه، سواء الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الاصطناعية عن طريق البطن، أو إذا أوردي بادئ عند الطفل الوينينج وبالتالي بادئ إنه يأكل الأكل الاعتيادي، هنا راح ننطي لكن ننصح الماية إنه كميات قليلة لكن فريكوينت تايمز، يعني شنو؟ خلي الكمية لكن كثري شنو العدد المرات اللي تنطيها. هذا بالنسبة للمينتنس فيس فهمناها. الأونجوينج لوز، الأونجوينج لوز قلنا ورا كل زواع ورا كل باول موجن نجي عندنا المعادلة 10 سي سي بير كيج، يعني ورا زواع راح نجي الطفل قد وزنه 5 50 سي سي نعطي ورا الفوميتنج، ورا الباول موجن نعطي 50 سي سي وهكذا حسب الوزن. حلو، كملنا البلان اي اللي هي أبسط شيء، نجي البلان بي. بلان بي اللي هي سم ديهايدريشن، عندك المايلد والمودريت، بمعنى شنو؟ بمعنى انه هذا شويه بدا عنده الساينات والسيمتومات الاعراض مالت الجفاف، فلهذا راح نبدي ويا شنو؟ ويا الانيشال ريهايدريشن فيس. شنو؟ انيشال ريهايدريشن فيس. احنا وين نبدي؟ هيلث سنتر. احنا مباشره الماي متخابرني ابني هيج ويج، فرحت لهم شفت انه الطفل بدا عنده ساينات مالت الديهايدريشن، مباشره بوجهك للمركز الصحي. اوكي شلون راح يبدون بمركز صحي؟ يعني من 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 يعالجون؟ عندك شغلتين، هل هو مايلد هل هو مودريت؟ في حال انه هو الديهايدريشن مايلد، المعادله ثابته 50 سي سي بير كي جي بير 4 اور، هنا ايش قد صار؟ كل اربع ساعات نعطي 50 سي سي بير كي جي، يعني خمس اذا وزن الطفل هو 5 ف 5 في 50 250 سي سي كل اربع ساعات. اما اذا كان
مودريت فيمية. أوكي اسمع إيش ننطي هنا راح ننطي أو آر إس نفس الشيء مثل ما قلنا أورر هذا سوشي وراح إيش نسوي أكيد لوجيك وراء إنيشال هذا إيش فيز دام نسوي أسسم دائم كان أي لين هما عندي إنيشال هايدروجين فيس فما ذكرنا الأسسمنت لكن بلان بي والسيلين إنيشال هايدروجين فيس فدائما أكو أسسمنت نشوف الطفل هل الطفل استجاب؟ أوكي أقول له هاي هي أقول للطفل للأهل يودون الطفل ويرجعون للبيت وهاي هي ولكن يتبعون البلان أي وأشرح لهم بالتفصيل البلان أي اللي هي شنو اللي هي المذكورة جواسة maintenance phase هو 100 cc per kg per day of ORS and feeding والongoing use هو 10 cc per kg of ORS تفهم؟ هذه لا الطفل صار زين واستجاب لي وكل شيء دوب لكن إذا شفت الطفل بالعكس يسوء حالته الأعراض تزداد سوءا فهنا راح ننتقل إلى البلان سي إذا بلان بي نقدر نسميها هي مرحلة انتقالية هي تحدد أنه بالبداية راح تنطل إلى initial rehydration phase راح تبدي وياه لكن وراها راح تحدد أنه هذا راح يروح بلان أي أو بلان سي حسب الطفل واستجابته لك لهذا ندي بلان سي إذا سيفير rehydration اللي هو وين يدم لازم بالمستشفى بشكل يعني أكيد الهوسبيتال راح ندي وياه عنده قاعدة ثابتة 20 سي سي بير كي جي بير اور صار قد من 24 ساعة من 4 ساعات صار ساعة و20 سي سي تمام وش صار 20 سي سي بير كي جي بير اور لكن شنو خلاص تنسون شيء اسمه ار اس الار اس تنسونه ننطي نورمال صلاة ان اي سي ال او رينج لاكتيد اي في وراها مباشرة قلنا شو نسوي دائما ورا نشري هذا الفيس دائما نسوي اسسمنت نشوف انه اكو يومن اوتبوت ولا لا اذا اكو ادرار اذا احنا راح ننتقل الى المينتنس والاونجوينج يوز بلس مصطلح جديد يطلع لنا بالبلان سي اسمه ديفيسيت فلويد يعني شنو؟ يعني نقص الفلويد اللي اكو بالجسم راح نتعلم نحسبه فد شويه لكن اذا اليورين بعد ما طالع بالطفل احنا ما نتحول انظر فيس لا احنا نبقى نبدي نعيد ننطي الساعة الثانية 20 سي سي بير كي جي لكن هنا من ننطي تنسي شيء اسمه رينجالاكتيد يعني شوف إذا اليون أوتبوت نيجاتيف بعد ما تنطي رينجالاكتيد راح تنطي نورمال صار إن إي سي إل وتكرر مرة مرتين وراها راح يصير هناك الاستجابة الطفل تشايلد ويل ريسبونس لكن هنا راح نجي للميتنس فلويد أو ميتنس فيز هنا قياسات او حسابات خاصه بالبلان سي وما دائما طلاب شويه يواجهون صعوبه انهم يفهموها بس هي كلش سهله هي تطبيق ارقام لازم تعرف ان هي معادله قدامك سهله يقول اذا الطفل اقل وزنا من 10 كي جي فانت راح تعوض هاي المعادله 100 ميل بير كي جي يعني اذا الطفل 100 يعني 1 كي جي ف 100 2 200 300 400 500 600 700 800 900 وألف وصنوين ألف تيجي إذا الطفل وزنه من 10 إلى 20 إحنا من جد من 10 إلى 20 دائما الألف خليها ثابتة الألف ما شو إسماعيل مال العشرة السابقة يعني 15 مو خلي العشرة من ال 15 على جنب هاي ألف إيش قد بقى لك خمسة فخمسة طب قانون شنو عليه 50 مل بير كي جي يعني شلون؟ يعني 50 5 في 50 250 مل بير كي جي زائد من الالف مات العشرة ايش قد صار؟ صار عندك 1250 مل بير كي جي بتفهمني؟ يعني مثلا اذا الطفل وزنه 16 نخلي من 16 ل 10 على جنب هي 1000 6 6 في 50 300 ف 1300 مل صار المينتنس في الود وهكذا 18 19 توصل 20 وانت صاعد يعني فوق ال 20 تخلي ال 20 على جنب اللي هي شقد 1500 يعني شوف حب اذا انت عندك 10 ل 20 فانت تخلي ال 1000 كتعويض لل 10 على جنب وتبدا تحسب شقد بقى من الرقم
قلنا إذا 11 فبقل عندك شقد واحد اثنين وهكذا. أما إذا عندك أكثر من 20 فمثلا 25 صح؟ فأنت 25 ال 20 عوضت تخليه على جنب اللي هو 1500، يبقى عندك شقد يبقى عندك الخمسة، فالخمسة تضرب في شقد في 20 مول بير كيج، فيطلع شقد مثلا يطلع 100، ف 100 زاد 1500 1600 مول وهكذا. هي كلش سهل، هي معادلة. أوكي اسمعني، شنو نطفي الود هنا؟ سؤال مرتب يعني. هنا راح يجاوب الدكتور، الدكتور راح ننطي 5% ديكستروز يعني جلوكوز ووتر في يعني، أو نخليه ب 0.45 إلى 0.9% من الصوديوم كلورايد المصري. كذلك هذا بالنسبة للميتنس فلويد اللي هو طلاب دائما يواجهون صعوبة، بس هي كلش سهلة وأتمنى فهمتوها. تمام؟ يعني هي أرقام. نيجي وراها ديفست فلويد، ديفست فلويد قلنا إنه هو يمثل جزء نسبة من الويت من الوزن مالت الطفل، سواء من الإنفانت يمثل 10 إلى 15%، من الشلدرن يعني إذا أول 12 شهر يمثل 10 إلى 15%، ورا 12 شهر يمثل 6 إلى 9%. راح نجي عندنا قاعدة ثابتة هي الوزن نضرب في 100، الوزن نضرب في 100، فإذا 5 في 100 500، 10 في 100 1000 وهكذا. شنو نطفي الود؟ نفس الشيء 500 دكستروز 0.45 إلى 0.9% صوديوم كلورايد. اوكي اسماعيل، هاي شو استفادين منها؟ سواء انيشال ريهايدريشن فيز، المينتنس فيز، الديفست فلويد، استفادين انه اطلع في شيء اسمه ديلي فلويد، يعني باليوم هذا اليوم ايش قد يحتاج الطفل كتوتال فلويد. فهنا عندي قاعده الديفست فلويد اجمعها ويا المينتنس انقص ثياتهم من انيشال ريهايدريشن، انيشال ريهايدريشن بلس يعني. ف انت مثلا اذا عندك الديفيسيت طلع عندك 500 والمينتنس طلع عندك 500، تمام؟ مثلا بناخذ يعني انه 1000 والانيشال انت اعطيته مثلا 600، ايش قد مثلا طلع عندك 600، ف 1000 ناقص 600 400 تجي هنا تقسمه على 2، ايش قد عندك 200 200. اول 200 تنطيه انت اول 8 ساعات من اليوم، أول 8 ساعات تنطي نص الفلويد، التوتال فلويد اللي بيطلع لك نص تنطي أول 8 ساعات، نص الباقي تنطي خلال 16 ساعة. يعني البلك يصير على أول 8 ساعات، وراها الريمينينج يبقى على 16 ساعة المقبلة. تمام؟ والكونتينيو دوز نفس الشيء، أو جو دوز نفس المعادلة. يقول لك أنه أكفت شغل، إذا الطفل استجاب وصار وضعيته زينة فنقدر ننطي بوتاسيوم. يعني بوتاسيوم كلورايد نقدر ننطي 20 ملي كلوبريوم بير لتر. نبدأ نضيفه لكن يمكن أن يبدي اليوم. أوكي؟ أوكي. نجي هسه احنا كملنا بس راح ناخذ أمثلة، الأجوبة مو موجودة إن شاء الله تحلوها أنتم كواجب، بس همين راح أحل وياكم كشفين. عندنا طفل 5 كيجي with acute diarrhea لكنه ما عنده dehydration، بمعنى أنه شنو هذا؟ راح أدي وياه plan A حتى أمنع الجفاف dehydration. فهنا راح ندي شنو قلنا كان اي من ابدي ابدا انيشال ريهايدريشن فيز، دائما علاجه بالبيت. تمام، ندي يا مينتنس فيز اللي هو 100 سي سي بير كي جي بير 24 اور، ف 100 في 5 فهو 500 مره راح نعطي خلال اليوم الواحد، بالاضافه نصلح المايه انه على البريس فيدينج او البطل فيدينج او الدايت يعني الأكل الطبيعي إذا الأورال طفل بعد بهالشي، لكن بقينا شنو كميات قليلة لكن فترات أكثر، يعني عدد مرات أكثر لكن كمية قليلة. وكذلك الأونجون بلوز ورا كل فوميتي وبول موشن 10 مل بير كي جي، يعني 5 في 10 فهو 50، ورا كل فوميتي ننطي قد الفلويد للطفل 50. شنو نوع الفلويد ننطي هنا؟ ننطي ORS Oral Rehydration Solution. عندنا كيس الاخر اللي هو المواد، طبعا المواد والمدد نفس الشيء راح نحلها. مواد مودريت سواء 5 كي جي، المواد هو قانون 50 مول بير كي جي بير 4 اور، ف 250، او اذا كان مودريت اللي هو 100 ف 500، ثلاثه راح ننطيها خلال 4 ساعات، وراها نجي نسوي اسسمنت للطفل. قلنا كل انيشال ريهايدريشن نسوي اسسمنت، وين نسوي هذا بلان بي، فالبلان بي وين علاجه؟ بالهيلث سنتر بالمركز الصحي. راح نشوف اسسمنت، هل الطفل صار زين فمباشرة discharge وأحوله على plan A، لكن إذا
الطفل صار وضعه مزي فحول على بلان سي. بلان سي عندنا السيفير ديهايدريشن، نفس الشيء طفل وزنه 5 كيجي. عندنا القاعدة الذهبية علاجه وين أصلا؟ بالمستشفى. القاعدة أنه 20 مول بير كي جي بير أور، خلال ساعة نعطي هذا. شو نعطي؟ نورمالسالاين وكذلك نعطي أو رنجلاكتيد. ف 20 في 5 فأنت عندك 100 مول تعطيها خلال كل ساعة، 100 مول تعطي. تمام. وراح نسوي اسسمنت نشوف الطفل صار عنده إدرار، يعني يكون أوتبوت بوزيتيف لو نيجاتيف. إذا بوزيتيف هاي هي. راح نروح نقيس المينتنس والديفيسيت فلويد. المينتنس ايش قلت؟ هذا الطفل اقل من 10، ف 5 في 100 500. هذا المينتنس اذا ايش قلت؟ 500. والبلس ايش قلت؟ كان 100. الديفيسيت ايش قلت؟ الديفيسيت هو ويت نضربه الوزن نضربه في 100، فالوزن 5 في 500، ف 500 وراح نجي نحسب شنو التوتال فلويد. طبعا هذول الاثنين راح نعطي 5% ديكستروز في نخليها بأوبن 45 إلى أوبن 900 نونسرع. هاي كلها نيجي نحسب التوتال فلويد. توتال فلويد هو 500 ديفيسيت زائد 500 ميتنس 1000 ناقص 100 اللي هي مالت الانيشال بلس، هاي 900. 900 راح نيجي نقسمها على 2 450. 450 مول نعطيها أول 8 ساعات، 450 مول الأخرى راح نعطيها 16 ساعة المقبلة. هاي هي حلينا المشكلة وخلاص. نقدر نضيف كذلك البوتاسيوم كلورايد ورا ما الطفل صار له عدو بوزيتيف. اذا في حال الطفل له عدو نيجاتيف فهنا راح نجي نعيد المعادله 20 مول بير كي جي بير اور مرتين لكن نورمال صار. شكرا جزيلا. هذا شرح مبسط ان شاء الله للبلانز فور ريهايدريشن تشيلدرن اللي هي قلنا مثل انه من المواضيع كلش مهمه. اتمنى ان شاء الله تستفادوا ونلتقي لكم بمحاضرات مقبل إن شاء الله ومفيد أكثر راح تكون إن شاء الله. كان معكم إسماعيل فاضل خريج طب كركوك. شكرا جزيلا.